السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وإخواني، أرحب بكم ومبارك عليكم الشهر الكريم، هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. أولى حلقات شحن الطاقة، أحببت أن أول يوم نتكلم عنه في هذا الموضوع، موضوع استقبال شهر رمضان الكريم وكيف تستقبله وتشرع يداك في استقبال طاقاته ما شاء الله العظيمة والغنية والمتفجرة بالعطاء والرحمة والخير والبركة. طبعا أنت طبعا لما يجي رمضان يكون عندك لازم حب ورغبة وامتنان وشكر لله على هذه النعمة الكبيرة التي أنت تستقبلها، وهو الشهر الفضيل، نعمة عظيمة وكريمة، وكما ذكرنا هذه النعمة وأنت على قيد الحياة تستقبل وتتجلى طاقاته وكرمه وفضله في حياتك وأنت في أتم الصحة والعافية. كيف تستقبل هذا الشهر؟ كيف تستجلب طاقة هذا الشهر الفضيل في أول يوم أو في بداية رمضان الكريم؟ هذا الشهر الفضيل العظيم دائما تحتفي فيه، فتولع يعني تحتفي وتحتفل، تولع لك الشموع وتسوي لك جلسة خاصة وتبدأ تقول أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. تعلم عيالك وأبنائك يجلسون في حفاوة، يعني قبل كانوا الناس كيف ليش لماذا كانت تستشري هذه الطاقة في الأسر وفي الأبناء وفي الجيران وفي العوائل وفي البلاد وبين العباد؟ لأنها تتولد لهم الشعور، يعني تنتقل من الكلمات إلى المفاهيم إلى عقيدة الإنسان، وبالتالي تكون الكلمة اللي أنت تقولها لها معنى فتستجلب هذه الطاقة. لأنه بتشوف بعد شوي أن كثير من كلماتنا صرنا نقولها لا نعيها وبالتالي لا نستجلب طاقتها. فأنت اليوم مدعو إلى أن تحتفي بقدوم شهر رمضان لتستجلب طاقاته وتستجلب خيراته وتستجلب بركاته العظيمة في هذا الشهر الكريم. فأنت تعمل حفلة وابتهاج وابتهال في قدوم هذا الشهر الكريم، وأنت تستقبل هذه الطاقات العظيمة الكبيرة في هذا الشهر الفضيل. فأهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان، أهلا أهلا يا رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفع الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بركات وصلوات وآيات وتلاوات ودعاء وابتهال وابتهاج، وانت قاعد تتلو وانت قاعد تحتفل معاك الشموع ومعاك الجو الرومانسي، الجو اللي يجعلك تتفاعل وتكون الكلمات كلمات الدعاء وكلمات القرآن وكلمات الفرحة وكلمات الاستمتاع في هذا الشهر الفضيل الكريم. البعض دائما يستجلب الكلمات هاي ومعها طاقة الثقل والتعب والوهن، وهذه كلها تجيب لك هذه الطاقات. أما الكلمات الطيبة والكلمات الجميلة لازم يكون يتبعها شعور جميل وإحساس طيب حتى يجلب لك طاقة هذا الشهر المبارك. لأن أنا وجدت في كثير من الأحيان بعض الناس يستخدمون هذه الكلمات بشكل روتيني، يسحبون منها معانيها وبالتالي يسحبون منها طاقاته، منها السلام عليكم، يعني بعضهم السلام عليكم وهي ما يقصدها، يعني بس صارت كلمة تقال في المجلس وانت داخل، يعني مع أنها كلمة عظيمة عظيمة تحمل في كل يوم وفي كل مرة تدخل على الناس، تدخل على بيتك، تدخل على أهلك، تدخل على أي مكان
في دوامك، في عملك، في قضاء حوائجك، فتسلم في 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 المقابر، في الساحات، في الصحراء، في عندما تروح الشاطئ، عندما تروح اي مكان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يعني كل الاشياء هاي اللي حواليك انت تسلم عليها، لانها كلها يسبحون بحمد الله ويقدسونه. فانت عندما تلقي السلام، تعرف شو معنى كلمه السلام؟ يعني سلام الله عليكم، سلام الله علينا وعليكم، رحمات الله علينا وعليكم، بركات الله علينا وعليكم، يعني إفاضات متتالية من السلام، يعني الطمأنينة والسكينة والهدوء اللي نحن دائما ننشدها في كثير من برامج الطاقة اللي نتكلم عنها. هذه لازم تستحضر الكلمات بمعانيها حتى تتجلى لك طاقاتها وتتجلى لك براهينها الساطعة والواضحة من حواليك، في عقلك وفي قلبك وفي نفسك وفي روحك وفي أيامك وفي حياتك وفي مماتك، في كل في دنياك وفي أخراك، تستجلب هذه الطاقات من خلال الكلمات التي تستشعر وتستحضر معانيها، وبالتالي تنزل عليك طاقاتها وبركاتها وخيراتها إن شاء الله تعالى. أيام مباركة وأيام سعيدة وطاقات إن شاء الله دائما علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.